صليت ومقنعة وتوفير الأكل بالنسبة لمئات ديال الأشخاص اللي كتسنى العملية الانتقالية. إذا العملية الجسدية هي عملية صعبة وصعبة جدا وتفرق إلى المهنية، وإن كانت كبيرة للدعاء والحمد لله لأن وفرت ما يكفي الإمكانات المالية والمادية واللوجستية حتى مرت الاستحقاقات اليوم البارحة في ظروف نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فعلى صعيد علامات وجه الإعداد مثلا تم إعداد 530 مكتب للصوت حتى نقرب أكثر من الممكن المكاتب ديال الصوت من المواطنين وعروض الصوت ويسهل عملية التصويت على المواطنين. فيها جميع ديالها في 51 مكتب مركزي، لأن تصوروا معايا 35 مكتب كلها كتقوم بعملية ديال التصويت، وكلها كتقوم بعملية ديال الفرز، وكلها كتقوم بعملية ديال جميع ديال إحصاء النتائج، كتحرر المحاضر ديالها ثم ترفع إلى مكاتب مركزية. ثم إخواني اللي كتشوفوا هنايا راه باقي ما نعسوش من البارح في الصباح، يعني هاد العملية عملية صعبة جدا. وأنا شخصيا مشيت مع السبعة الصباح باش نعس واحد السويعة، لكن إخوان راه مازال ما نعسوش، معناها أنها عملية صعبة جدا باش تجمع مكتب مكتب، لأنه إلا بقى غير مكتب واحد عنده غلط اللي كيوصل هنايا وكيترفض، لأن عندنا مراقبة للحاسوب، إلا الحاسوب غير صمت واحد خصو يرجع المحضر ويعاود يجتمع المكتب ويعاود وكان عيطوا على شي رؤساء جاو نعسوا في التليفون. إذن هذه أشياء صعيبة جدا بالنسبة للمجتمع المدني على أي عمل صحيحة، ولكن بالنسبة لبعض العملات اللي فيها 45 جماعة تعودها 90 جماعة صوروا معايا الصعوبات باش الإنسان يمكن له يقدر على العملية. لأن من الطبيعي، لأن ماشي عملية بسيطة يمكن تغفل صوت، يمكن تغفل ديسيما، لا هذه عملية قانونية اللي خص ما يتغفلش فيها ولو صوت واحد، وإلا يمكن العملية تكون محط إجراءات قضائية. فلذلك هذه كتطلب حيلة وكتطلب تدبير محكم وكتطلب دراية ومهنية وقائمين على هذه العملية. بالنسبة لوجدة أنبياء قلت 35 مكتب، 51 مكتب مركزي موزعين على 162 موقع، مع العلم كما تعلمون أنه كل مكتب خصو يكون كذلك موفر فيه الأمن التام، الأمن حتى تمر عملية انتخابية بهدوء وسلامة ونزاهة، والأمن بالنسبة كذلك المستندات وكي خصها تسلم بطريقة قانونية لمن يسمح له القانون بذلك. إذا 162 موقع، تعيينة زهاء 3000 موظف للإشراف على هذه العملية، 3000 موظف يخص الإنسان يكونوا وتكوين حتى يصبح الجميع آهل ويكسب المعرفة القانونية التامة، لأنه إذا كان غير عنصر المكتب ما فهمش الدور ديالو أو غافل عنصر من عناصر المقتضيات القانون يمكن أن يكون انعكاس بالنسبة للعملية الانتخابية. العملية ديال التكوين كذلك طلبت وقت كثير وشرفت عليها الإدارة المكلفة بالانتخابات، كما مكنت المصالح الأمنية ديال العمالة من تعبئة ما يفوق 8 رجل أمن، 8 رجل أمن اللي هي حرصت على أن تمر العملية بهدوء وبسلامة الحمد لله، إضافة إلى شبكة رجال السلطة الأعلى اللي كانت طبعا معبأة 24 ساعة منذ انطلاق الإجراء الأول بالنسبة للعملية الانتخابية. سمحوا لي
السكينة كتحرس كما يقولوا توضع على الترشيحات واللوائح الانتقالية ديالها في اليوم الأول وفي الساعة الأولى من اليوم الأول علما أن الإذاعة المبكرة للوائح الترشيحات كيعطي حق الاحتلال صدارة ورقة مسجلة الجميع كيعتبر بأن احتلال صدارة ورقة مسجلة ربما امتياز خاصة باعتبار واقع ديالي أن خبر المغرب إلا أنه لاحظنا ضعف عدد الترشيحات لمدة خاصة فيما يتعلق بمدينة وجدة التي طبق بها نظام اقتراع اللائحة هذا كيبين أنه ربما اقتراع اللائحة كيشكل صعوبات كبيرة بالنسبة للأحزاب السياسية وهذا شيء ملاحظة على الصعيد الوطني الأحزاب السياسية في المرأة الوطنية والتحديدية منذ الاستقلال وهي تطالب بالاقتراع باللائحة ولما تقرر الاقتراع باللائحة اعتقد أن هناك صعوبات وتأثيرات للائحة حتى على الأحزاب الداخلية إذن هناك صعوبات لمسنا صعوبات كبيرة في وضع اللائحة في النظام وخلال الأسبوع الأول لم يتعلق عدد الوائح المدعى أربع لوائح ولم يتم إلى أي لائحة خلال اليوم الأول في حين أغلب اللوائح